ايه كل ده عشان انت فده عملت تقدير اندر يعني. مات. لو تشرح لنا ايه اندر مات اللي انت عملتها في في اوري ومعجبين جدا هم بيها بالكونسبت ده اللي انت عملته. ما هي زي الجونه. طب انا الجونه كانت حته صحراء، وما اكثر الصحراء في مصر يعني. انت لو اخذتي من السويس لحد برانيس عندك الاف الامتار ولا ملايين الامتار والاف الكيلومترات صحراء وما زالت صحراء. فانا رحت في اندر مات دي كانت عباره عن منطقه عسكريه مهجوره، والناس مش ما عندهاش اي نشاط اقتصادي واتنست يعني، رغم ان هي على نفس الجبل اللي فيه ساموريتس اللي هي اغلى حته في العالم، واللي عليه زرمات اللي هي مثلا تاني اغلى حته في العالم. اندر مات دي كانت قريه فقيره كانت بتعيش اساسا على ان الجيش بيبعت الضباط مثلا يتعشوا في مطعم، او مرات واحد ضابط جاي بات في لوكاندا، انما لا في سياحه ولا في تزحلق على الجليد ولا حاجه خالص. فانا لقيتها كده يعني اما جت لي الفرصه دي، وانا اساسا رحت كمستشار للحكومه السويسري ما رحتش كمستثمر يعني. انا رحت اساسا ان انا بعد ما شافوا تجربه الجونه قالوا تعالى قول لنا ممكن نعمل ايه في اندر مات دي، وعملت لهم الوصفه. ما عجبتهمش الوصفه، قالوا لا ده مشروع كبير قوي قوي مش هينفع نلاقي حد يعمل حاجه كده. وبعد 6 اشهر طلبوني قالوا لي طب ما دام انت مقتنع بالوصفه دي ما تيجي تعملها انت. قلت لهم ماشي، انا اديتكم الشروط اللي انتوا لازم تحطوها للمستثمر، ايه الحد الادنى للاستثمار، ايه الحاجات اللي هو لازم يكملها عشان يبقى مالك فعلا للاراضي الكبيره دي اللي انتوا هتدوها له، وحق البيع للاجانب وكل الكلام دوت. فوافقوا. فلما وافقوا قلت لهم خلاص هعمل المشروع ده، وعلى مدى 16 سنه عملناه، والنهارده يعني الحمد لله ربنا وفقنا، وهو مشروع من واحد من اهم جداً الفنادق موجوده هناك واهم الكونسبتس الموجوده هناك. ده الفندق ده جزء صغير، ده زي في الجونه مثلا، بتقولي اهم فندق في الجونه مثلا بيك ولا مش عارف نظام بلو ولا كده. المشروع فيه برضو عدد كبير من الفنادق، وفي ملعب جولف، وفي كل الماكينات بتاعه التزحلق على الجليد، ومحلات ومطاعم ومدرسه وكل حاجه يعني. طيب خلينا نرجع زي الجونه، بس بدل ما هي في رمله وبحر هناك في ثلج تزحلق.